أكد خبراء ومحللون سياسيون ليبيون أن رئيس حكومة الصخيرات فايز السراج يدرك حقيقة أنه ليس له وجود في مستقبل البلاد، لكنه يخدع الميليشيات للاستمرار في القتال بإعاز من قطر وتركيا. أحاديث الخبراء جاءت بعد تصريحات صحفية أدلى بها السراج لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، قال فيها إنه لن يدخل في أي مفاوضات. وأوضح الخبراء في تحليلات صحفية أن السراج يوهم ميليشياته بضرورة البقاء في المشهد طول الفترة المقبلة ليمنعه من الانسحاب من المحاور. تصريحات السراج جاءت بعد خطاب أردوغان الأخير الذي تحدث فيه عن أخبار سارة ستأتيه من ليبيا، الأمر الذي يوحي بأن السراج مجرد آلة تعيد ما يقوله أردوغان المتحكم في الأمور فعليا. المحللون السياسيون لفتوا خلال حديثهم إلى أن السراج ليس لديه أدنى فكرة أو اطلاع على الأوضاع الميدانية وعما تعرضت له ميليشياته في الأيام الماضية على أغلب خطوط المواجهة، مشددين على أن الشعب الليبي يمر بأيام عصيبة نتيجة سيطرة الميليشيات على مراكز السلطة في العاصمة طرابلس، وأهمها مصرف ليبيا المركزي الذي يمول الجماعة الإرهابية.